لقاء المنتخب العراقي، واحد من الثلاثة يا استراليا يا الأردن يا الإمارات. كرة عرضية ملعوبة وجول، جول يسجل اللاعب كيم هيون. كيم هيون يسجل أول أهداف المباراة. كيم هيون يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 22، خطأ من الحارس. شوف 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 الكرة تلعب وعرضية ورأسية والحارس ما تمكن منها. وكرار إبراهيم، شوف 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 كرة يلعبها وكرار، هذه سهلة تنمسك. على كل حال هدف واحد لمنتخب كوريا الجنوبية، لا شيء منتخب العراق الأولمبي. هدف أول لمنتخب كوريا. تلعب الكرة إلى مون تشانجين، مقطوعة للمنتخب العراقي. محاولة الآن الكرة إلى مازن فياض. مازن يلعبها إلى مهند، مهند يحاول، مهند يتوغل داخل منطقة الجزاء، يلعب جول 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 جول. الله الله يا عراق، الله الله يا عراق. أمجد وليد ختام وهامس التعادل أفضل من الهزيمة. هدف التعادل بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضايع. أمجد وليد، أمجد وليد يسجل الهدف الأول وهدف التعادل. شوف مهند، شوف الكرة حلوة وعلى الطائر، يلعبها داخل منطقة الستياردات ويسجل أمجد وليد هدف التعادل بالدقيقة 92 من عمر المباراة، الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضايع. تتعادل، ممكن كان هو المبتغى بالبدلاء، وبالتالي التعادل الآن. كوريا أول، العراق ثاني، والجمهور العراقي